السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ليه لما بنيجي نذاكر أو ناخد كورس مثلا بيبقى الموضوع ده متقيل قوي على قلبنا وبنبقى بنعمله غصب عننا وبنبقى مش عارفين نبتدي ازاي ولا منين؟ وده لأننا ما بنعرفش نحفز العقل إنه يشتغل، هو بمعنى أصح مش عارفين إيه هي الخصائص الأساسية للمخ في عملية التعليم. العلماء جاوبونا على السؤال دوت وعرفنا منهم إن في ثلاث أساليب بيستخدمهم العقل في التعليم: الأسلوب المرئي أو البصري، وده بيتميز بيه الإنسان اللي بيكون بيقرأ بسهولة، عنده القدرة إنه يتذكر المواد المرئية أو المقروءة بسهولة، وبيكون من الصعب التأثير عليه في حالة وجود ضوضاء في المكان الموجود فيه. 2، الأسلوب السمعي، والمتعلم بيه بيحب يتكلم أكتر ما يكتب، يعني ممكن يتكلم في التليفون بسهولة بس ما يحبش يبعت ميل مثلا، وبيتعلم بسهولة عن طريق السمع بس سهل جدا انه يتأثر بأي ضوضاء موجودة حواليه. 3، الأسلوب الحسي، وبيتعلم فيه الإنسان بواسطة عمل الأشياء أو عن طريق التجربة، زي الأطفال لما بنحاول مثلا نفهمهم إن في حاجة سخنة بس تلاقيهم برضو عايزين يلمسوها ويعرفوا بنفسهم، والنمط دوت بيكون بطيء نسبيا في القراءة والكتابة عن الأنماط التانية من التعليم، لكنه نشيط جدا حركيا وبيجد صعوبة كبيرة لو قاعد فترة طويلة مثلا. ولكل إنسان مننا أسلوب من أساليب التعليم، ولكن أكثر الأساليب شيوعا هو أسلوب التعليم الحسي، لذلك معرفة كل واحد فينا لأسلوبه الأمثل في التعليم هيوفر عليه وقت وجهد كبير خلال تعلم أي شيء جديد. والدكتور هوارد جاردنر من جامعة هارفورد وجد إن في 7 أنواع من الذكاء داخل العقل البشري. 1، الذكاء اللغوي، وأهم مميزاته الموهبة اللغوية والقدرة على الكتابة الجيدة والأشخاص اللي بيحبوا القراءة. 2، الذكاء الحسابي، وده بيكون عنده القدرة على التفكير المنطقي، وأي مهنة بتعتمد على الأرقام مثل الإحصاء والرياضة والهندسة. 3، الذكاء الموسيقي، وبيكون لديه القدرة على فهم وتقدير الموسيقى مثل الملحنين والموسيقيين. 4، الذكاء المرئي أو المكاني، وبيمتاز به الرسامين والنحاتين والمهندسين والمعماريين ومصممين الديكور. 5، الذكاء البدني أو الذكاء الجسدي، وده اللي عندهم قدرات ومهارات يدوية زي النجارين والحدادين والنساجين. 6، ذكاء التواصل مع الآخرين، وده بيكون عنده موهبة اجتماعية في توطيد علاقته مع الآخرين وقدرة فائقة على التواصل مع الناس اللي بيخليه محبوب جدا بينهم، ودول زي الدبلوماسيين والسفراء والمدرسين. 7، ذكاء التواصل مع الذات، وده بيكون عنده قدرة على تحليل الذات لقدراته وتحديد أهدافه بسهولة في المستقبل. والسبع أنواع من الذكاء دول موجودين داخل كل واحد فينا، ولكن بنسب مختلفة ومتفاوتة، والنسب دي بترجع لقدرة كل واحد فينا على تنمية نوع على حساب نوع آخر، ومن معرفتنا لكل الأسرار دي نقدر بسهولة نحلل القدرات العقلية اللي كل واحد فينا بيمتلكها عشان نسهل على نفسنا التعلم بالأسلوب الأمثل اللي بيتناسب مع كل شخص فينا حسب قدراته الفعلية والعقلية، وننمي القدرات الأخرى فيصبح التعليم والمذاكرة أسهل بكتير، ونقدر نتعلم كل اللي احنا عايزينه بمنتهى السهولة واليسر. وبعد ما عرفنا مع بعض كل المعلومات دي، ازاي نقدر نعد نفسنا لعملية المذاكرة بشكل علمي سهل وبسيط، تعالوا سوا نتعرف على الخطوات الأساسية لده. 1، إعداد نفسك لعملية التعليم، وده يعتبر أهم جزء، وده بإنك تبعد عن تفكيرك كل تفكير سلبي زي الخوف من الفشل وعدم النجاح والتوتر والضغط والقلق النفسي اللي بيعمل لك تشتيت في تفكيرك وبيخرجك بره تركيزك بشكل كبير، وتبدأ تعد ذهنك وشحنها بالطاقة والتفكير الإيجابي، وده بإنك تفكر في النجاح والتفوق اللي إن شاء الله هتوصله. 2، تجهيز مكان جيد تتعلم فيه، والمكان ده بيكون فيه هدوء قدر الإمكان وما فيهوش أصوات عالية أو أي أجهزة زي الموبايل والتلفزيون مثلا اللي ممكن يشوشوا تفكيرك وتكون
تكون هو جالس بوضع كويس مش نايم على السرير مثلا، لأنك هتنام على طول، وأي مكان ممكن تتعلم فيه دوشة زي كافيتيريا مثلا ممكن، بس تحصيلك بيكون قليل جدا ومش هتبقى مستمتع بعملية التعليم نفسها، وتركيزك مش هيبقى بنسبة 100%. ومن أهم المميزات اللي لازم تكون موجودة في المكان اللي انت هتذاكر فيه إن يكون جاي للتهوية، لأن العقل بيحتاج نسبة كبيرة جدا من الأكسجين عشان يعمل بكفاءة عالية، والإضاءة طبعا لازم تكون مريحة للعين، والجو درجة حرارة مظبوطة قدر الإمكان. ومن أهم الحاجات اللي لازم تعملها إنك تحط كل حاجة قدامك اللي هتحتاجها زي الأقلام والدفاتر عشان ما تضطرش تقوم في وسط تركيزك عشان تجيب حاجة منهم، وده بيخرجك بشكل كبير من تركيزك. تلاتة، تحديد أهدافك في كل مرة. في كل مرة تقعد فيها للمذاكرة لازم تكون محدد الجزء اللي هتخلصه أو هتقراه، وتكون كمان محدد وقت المذاكرة اللي هتاخده عشان تخلص الجزء ده فيه، ده عشان تقدر تقيم نفسك في كل مرة ومدى إنجازك للجزء المحدد في الوقت المحدد، وده يساعدك على تقييم مستواك والإنجاز بشكل أفضل، وإنك ما تحاولش تأخر عملية تحصيلك وتستفيد من الوقت بشكل أفضل، وهيديك ثقة أكتر في النفس. وحاول في كل مرة تحقق اللي انت حددته إنك تكافئ نفسك، وده هيبقى حافز في كل مرة ليها على إنجاز المطلوب منها في كل مرة. أربعة، الضغوط النفسية والقلق النفسي. أهم الأشياء اللي لازم تاخد بالك منها إنك تحاول إنك تبعد نفسك عن القلق والتوتر اللي بيخلي العقل الزاحف اللي بيتحكم في الغرائز زي ما قلنا قبل كده في حالة أنواع العقل في الإنسان، ارجع لها لو مشفتهاش، هو اللي بيشتغل فقط، أما الجزء المسؤول عن الذاكرة في العقل وقتها ما بيشتغلش، هتلاقي نفسك مشوش ومش قادر تحصل أي معلومة. فمن الضروري إنك تكون مسترخي بلا ضغوط عصبية وقت المذاكرة، وتحاول تشحن نفسك بالطاقة الإيجابية عشان تقدر تعزز من ثقتك في نفسك وقدرتك على التحصيل تزيد لأعلى درجة ممكنة. خلصت حلقتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.